هلا هلا شو هلا بثورتنا ثورة تي في حبيبي القلب. الله يعطيك العافية. شو من هون لمريم خيل لوزارة لشركة الكهرباء لوزارة الاتصالات؟ يوم الميزة بالمظاهرة اليوم هو التوأمة ما بين النيابة والأرض الشارع. نوابنا عملوا مؤتمر صحفي حددوا المشاكل الأساسية اللي منطلقين من شانا والمشاكل اللي كتير اللي ما بتخلص، ونحن ننطلق بهالتوأمة لنقول انه صرخة النيابة بالداخل مش اهم من صرخة الخارج. صرخة الشارع عملية تكاملية، وهيدا الدور الاساسي اللي لازم يلعبوه نوابنا. بلشت الروحية تظهر انه فعلا هالتلتاش التغييريين هن اطار حقيقي للتغيير، رغم النقد الكبير اللي عم بصير، رغم بعض الهفوات شغلة طبيعية، ولكن انطلقت ثورة التغيير من خلال 330 الف صوت تغييري وصلها النواب، من خلال 172 الف صوت كمان تغييريين ما حلفوا الحظ، يعني عم تحكي ب 472 تقريبا 142 472 الف صوت. يعني الثوره بدنا ناكد للناس للشعب انه الشعب اعطى رقمه واعطى حريته واعطى وجوده. مش الهدف بس انه قديش حجم المظاهره ولا لا، قديش حجم المواجهه بده يكون لو كان عناصر قليله ولا كبيره. مع بعض ان شاء الله مكملين لكسر القطاع الاقطاعيه ثلاثية، أي الاقطاع السياسي والاقطاع الديني والاقطاع المالي اللي دمروا لبنان، اللي انطلقوا من 1861 كعقد اجتماعي بعده لليوم عم بيتمسكوا فيه أصحاب المصالح. يجب التحرر من هذا الاقطاع الماسك لنروح لحد لروحية 17 تشرين الجامعة اللي بتحررنا لأجل الوطن، لأجل المؤسسات، لأجل المبدأ المواطني ولنظام مدني أم علماني جديد. هيدي شغلنا المستقبلي مع نوابنا، وإن شاء الله التغيير انطلق. Thank you, Aitan.